مباشرة إلى دانا أبو شمسية في القدس المحتلة. دانا، سيناريوهان يتكثف الحديث بشأنهما داخل إسرائيل حول مستقبل المعارك في مدينة رفح على وجه التحديد جنوبي قطاع غزة، وما قد يدور كما هو متوقع وما أعلن عنه من قبل الولايات المتحدة التي تنبأت بأن هذا الصيف سيكون موعد المواجهة بين إسرائيل وبين حزب الله. أيهما الأولى بالرعاية في الحديث الإسرائيلي في هذا التوقيت؟ بالفعل تامر، هنالك خشية إسرائيلية من أن يكون هذا التصعيد مع حزب الله محتمل في هذا الصيف، وخاصة بعد التحذيرات التي أولت اهتمام الإدارة الأمريكية والزيارات لكبار الساسة الأمريكيين لإسرائيل لبحث عدم تصعيد وتوتر الأوضاع مع جنوب لبنان. لذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أقر وقال بأن العملية العسكرية في رفح يمكن أن تنتهي في غضون أسبوعين قبل أيام. اليوم صحيفة هارتس الإسرائيلية تقول أن هنالك خطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تقول هذه الخطة بأنه بعد إنهاء العملية العسكرية في رفح يفضل من المستوى السياسي أن يتم الإعلان عن إنهاء الحرب والتحول إلى نقاط محصورة محدودة الأهداف، وتسمى في اللغة العسكرية الإسرائيلية عمليات جراحية، لتصف دقة هذه العمليات بأن تكون محصورة محدودة الأهداف. في المقابل صحيفة هارتس الإسرائيلية قالت وحللت بأن نتنياهو لن يوافق على مثل هكذا خطة. مثل هكذا خطة يعني إعلان إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة، وهذه ضمن الخطة التي وضعها جيش الاحتلال، تقليل عدد قواته عند مفرق نتسريم ومفرق كرم أبو سالم أو حتى عند المعبر معبر رفح الفلسطيني من الجهة الفلسطينية، كذلك الحال عند المناطق في المناطق الحدودية والداخلية الفلسطينية. لذلك هذه التقديرات تقول بأن نتنياهو لن يوافق على طرح مثل هكذا خطة، لأن هذا يعني التسليم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أو المنظومة السياسية فشلت في تحقيق الأهداف الثلاثة المرجوة لهذه الحرب، وبأنه لن يتم القضاء على قدرات حركة حماس العسكرية. لذلك جيش الاحتلال يقول أنه بعد الانتهاء من هذه العملية في رفح يجب أن يتم اتخاذ قرار من المستوى السياسي، إما الإبقاء على رفح كجبهة رئيسية أو تحويل هذه الجبهة إلى جبهة ثانوية وإعلان جبهة لبنان مع حزب الله جبهة رئيسية. وهذا ما تخافه في طبيعة الحال الإدارة الأمريكية، والتي تحاول إسرائيل زج الإدارة الأمريكية في هذا الصراع بقولها بأن دخول حزب الله إلى هذه المواجهة يعني حرب أشمل في الشرق الأوسط، يعني وكلاء إيران على حد تعبيرها سيقومون في ضرب إسرائيل والضرب قواعد عسكرية أمريكية، سواء من اليمن، من العراق، من سوريا، من لبنان. وهذا ما قاله بنيامين نتنياهو في تصريحاته الأخيرة بأن إسرائيل تواجه جبهات مختلفة، يحاول زج أمريكا في هذا الصراع لضمان استمرار الذخائر العسكرية التي تصل إلى إسرائيل. وكان صبيحة اليوم كشف أن منذ بداية الحرب وحتى اليوم أمريكا مدت إسرائيل في ذخائر عسكرية قدرت ب 7.5 مليار دولار لهذه الإمدادات العسكرية. إسرائيل تعي بأن إذا خسرت حليفها أمريكا هذا يعني بأنها لن تستطيع مجاراة الأمور والتصعيد عند الحدود اللبنانية، ولربما على أرض الواقع تامر نقل بعض المعدات، طلب جنود احتياط من فئة الاحتياط، لربما هذا ينذر ويدلل بأنه بالفعل إسرائيل تتجه إلى تصعيد مع جنوب لبنان، ولكنها لن تتخذ قرار قبل أن تحسم موضوع قطاع غزة. التحليلات الإسرائيلية المتفائلة أكثر تقول بأن التصعيد في جنوب لبنان مرتبط في التصعيد في غزة. إذا ما انتهت العملية العسكرية في غزة هذا يعني سيناريو آخر، مقترحات أخرى، إتمام صفقة تبادل، ولربما الهدوء في غزة قد ينعكس على الهدوء في حدود لبنان.